مشاكل شهرزاد. اليوم عندنا موعد مع حكاية فنانة نجمة براقة في سماء الفن في المغرب، ممثلة صاحبة شخصية قوية وجسدت بإتقان وتميز شخصيات في السينما والتلفزيون، تقنت أدوار في الكوميديا والدراما، والروح الفنية متجسدة عندها في أناقتها وحضورها. اليوم في إحكي شهرزاد أدنى وقلوبنا أتكون صاغية لضيفتنا اللي نتعرفوا عليها دابا. مرحبا بكم في غاديو دوزيم ودوزيم بوايما. أنا ما كنحش براسي نجمة، لتقاست الكرامة ديالي عندي معلي ليها عليها بلا ما أنا اللي تنخطب الراجل، أنا اللي تنقرر إن كان تقدر نهرس بقوات وصرت المرة تانيتها كتخون. سمحي لي يا مجدولي، سمحي لي. ودابا ولا كلشي مطلق، كنفضل الصداقة ديال الرجال، كنحس براسي مرتاحة الحسن. مرحبا بك مجدولين. الله يبارك فيك، ميرسي شرازة. أنا فرحانة لأن أنت معايا. مجدولين، أنت مقلة في طلعتك الإعلامية، علاش جيتي عندنا اليوم؟ جيت على ودك. شكرا 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 مجدولين. علاش أنت مقلة في طلعتك الإعلامية؟ علاش ما تنبغيش نهضر بزاف على راسي؟ ما تنبغيش ندير استجواب بداو الناس بحال إلا سولتيني غنجاوبك بصح، ما تنعرفش نكذب، ما تنعرفش نمثل وندير فيها فنانة ونختار شنو غادي نقول شنو ما خصنيش نقول. هادشي علاش يمكن أنا وعزيز دادا بحال هكا، داكشي علاش كنحاول تبعدي شوية من ولكن ما تبعديش من لي ريزو سوسيو. هادشي كامل غنتعرفوا عليه مجدولين، غنتعرفوا على حكايتك من خلال احكي لشهرزاد، وغتهضري معايا من قلبك لأن أنا كنعرفك. إلا بغيتي ديري شي حاجة ولا تقولي شي حاجة كتقولها من قلبك. غنمشيو انا وياك. الفقره الاولى ديال البرنامج هي درجه درجه. نمشيو نمشيو درجه درجه. غنمشيو مع مجدولي الادريسي. وانتم كتسمعونا على غاديو دوزيم وكتشوفونا في دوزيم بوايما. مجدولين، في هاد الفقره درجه درجه عندي دروج، وكل درجه عنده اون كولور، كل درجه عندها اون كولور حسب اختبار ديسك، عنده دلاله ديالو. اش فينا درجه كاينه فيها مجدولين في النجوميه؟ وهادشي كيبقى البوبليك هو اللي انا ما نقدرش نهضر على راسي نقول انا اش من درجه. يمكن انا تنشوف راسي في الثانيه، واحد كيشوفني الفوق. انا من النوع اللي ما نقدرش نهضر على راسي. لا بلاتي مجدولين، اسمح لي. تحتي ونطي وواجهتي بزاف ديال التحديات ودرتي بزاف ديال الحوايج وتعذبتي باش وصلتي لهذا الشيء اللي وصلتي، مستخسرة في راسك تقيمي راسك ولا تعطي التقييم جيد لراسك وتقولي أنا كنستاهل كل فوق مثلا؟ أنا أعترف لك بصراحة، مني تنشوف بعض الزملاء ديالي كل واحد فينا كيفاش تكرفس. بحال دابا أنا تكرفست باش عائلتي تبغيني نخدم هاد الخدمة، تكرفست على باش ندافع على لا ليبرتي ديال لافام. أن من حقي نمثل ومن حقي ندير الأدوار اللي بغيت. بيان سور دائما كاين واحد الخط احمر. يمكن انا في هذه كانت صعيبه، اولا فاش كنت كنخدم في الاول دي فوا ما كنتخلصش، ما كاينش اعتراف هذه. ولكن انا كنعتبر راسي كنت شانسوز، لان دابا هادشي عاد فهمته. بحال الاول فيلم ديالي عندي بطوله، فاش درت البانديه خدا نجاح. يعني ما عنديش، ما عرفتش واحد العذاب الكبير، واحد العذاب اللي عاد اللي بديت كنشوفه. لان كتلقى كاين ناس حياتهم 10 سنين ولا 20 عام وهما كيتمناو بطوله. دونك كتلقى فيهم واحد لا فرستراسيون تلقى فيهم. فين هي في النجوميه؟ لا دي ما يمكنش نجاوبك على هذا. تضحكوني دوك بعض الفنانات تيكتبوا تيديروا بحال اون سيتاسيون وتيجيو لتحت كيكتبوا سمياتهم زعما راهما. كيفاش تيكتبوا؟ بحال دابا مثلا تكتبوا مثال ولا بروفيرب ولا تيسنيو لتحت سمياتهم بحال راهما شي حاجه. انا مصالحه مع راسي، انا جو في ان ميتيي كو جيم، تنبغي نسمع اكسيون، كنبغي نمثل. بيان سور تعلمت انني عندي الجمهور كيبغيني، مي ما مدخلاش لدماغي. نهار غندخل لدماغي النجوميه، نهار كتسالي مع لا كارير. واخا انا دابا نجاوبش، ديري اختي انت اللون اللي عجبك. مجدولي، الناس اللي كيشوفوك وكيبغيوك وكيتابعوك وما شاء الله عندك محبين كبار، كيشوفوك في الدرجه الاولى. مرحبا ميرسي. ياك كيشوفوك في الفوق في القمه، ياك انت من الناس اللي في القمه. الاحمر، اللون الاحمر كيرمز له الاحمر، وحنا الاستوديو ديالنا ولا احمر، ياك مجدولي. وي بان لك بان الاستوديو الاحمر. هذا اللون الاحمر
عنده واحد هاد الشخصيه عنده واحد لي تري دو كاركتير او لا المي عندها ميزه. الميزه هي مسيطره ولا دومينانت. ياك انت مسيطره بعض المرات؟ وي تعجبك تسيطري، ماشي تعجبك شوارك هو الشوار وريك هو الري. ما تعرفوش داكشي علاش انا اللي في الاخر كنلقى راسي انا اللي خصني ناخذ لا ديسيزيون. ولكن ملي تنكون مع الناس اللي فاهمين حسن مني او لا عارفين حسن مني في شي حاجه راه تنسكت وتنتعلم. ولكن الا كنت دايره بالناس ما يعرفوش ياخذوا لا ديسيزيون راه غناخذها انا. واخا الفوق مالو النجوميه، في الفوق النجوميه اش كيعاني الممثل ولا المغني ولا الفنان اون جينيرال فاش كيكون الفوق؟ تيخاف يطيح؟ لا ما عنديش انا هذا المشكل، لان انا حياتي ما دايراش على هذه الكلمه. عندي حوايج مهمين في الحياه، كنبغي خدمتي كلاسي الثالثه في حياتي، ولكن ما الا ما تمشاتش ليا خدمتي استدير كل ما بقيتش كنخدم وما بقيتش معروفه ما غاديش تمرضني. انا اللي غيمرضني هو انني نحس براسي ما بقيتش اوتيل، خصني نفيق نلقى ما ندير نلقى ما نخدم نلقى يمكن في خدمه واحده اخرى، ولكن ما غنجلش. هادشي اللي كاين ما يمكنش انا واخا حيت ما عايشاش راه انا نجمه، ممكن ما عايشاش بها لان ما كنحش براسي نجمه. النجوم راه عارفينهم بلايصهم فين كاينين. انا بالنسبه ليا حنا ما عندناش نجوم، كنديروا واحد الخدمه كيبغيونا الناس كيعرفونا الناس كيتصوروا معنا هادي صافي. المغرب ما عندناش نجوم. واش اللي جايه بلي كارت دو كور وبلي ليموزين وهذاك وخلاص شهرزاد. دونك واحد يدير عقلو شويه ويثبت الارض وحق الله. تفضلي بلاتي حولتي ديال البرنامج. واخا بلاتي بلاتي تقولي بان في المغرب حنا ما عندناش النجوم، اللي تيدير النجوم لعب دور. لا كاين عندنا الناس هذا المجرد ناجم، عندنا بزاف ديال النجوم ولكن كل واحد كيتفهمها. انا في دماغي انا ماشي نجمه، ما مدخلهاش لدماغي. يمكن انا راه نجمه ويمكن انا ماشي نجمه، ولكن ما عايشاش بها. انا عايشه عادي. فهمت الفكره ديالك. انا اصلا عادي. الفكره ديالك هادشي اللي كاين حبيبي. الفكره ديالك بغيتي تقولي بان ما عنديش داك ما مهووساش بالنجوميه وداك انا نجمه وما يتعاملوش معي بهذه الطريقه وانا نجمه. عندي فيسي سور تير. اها رجلي شادين الارض. شادين الارض بالفيس. ثبتها مزيان. فهمتك واخا. هاد الحمر في اختبار ديسك عنده واحد الدلاله وحده اخرى. الدلاله هي مجازف، تتعجبك لافونتور اللي ليها ليها بالمغربيه ديالنا. عندك انت اللي ليها ليها وما عنديش وما كتشوفيش ما كتفكريش في لي كونسيكونس من بعد. شحال هادي كنت بزاف عندي هاد اللي ليها ليها. دابا مع بنيتك؟ مع بنتي ما بقيتش بزاف اللي ليها ليها، ولكن الا تقاست الكرامه ديالي عندي مع اللي ليها ليها. هادشي اللي كاين اللي ليها ليها اللي ليها ليها ما كاينش. اشنو كيحسد الظلم الا شفت بنادم طاغي، الا شفت واحد حاسني انني باغا ديك الحاجه وعادي يبدا يلعب لي فيها ولا يقبطني منها ما بقيتش بغيتها ولا ليها ليها. انا هذا من الكاركتير ديالي انا هكذا دايره. الا بغى شي واحد يشدك من يدك اللي كتوجع ليك؟ لا ما بقيتش بغيت ديك الحاجه. يلا ما بغيتيهاش؟ ما بقيتش بغيتها. شنو يطرى؟ ما عنده ما يطرى، ما عنده ما يطرى. ندخل دماغي انني ما بقيتش بغيت. فاش ناس كيدخلوا لنا لحياتنا مجدولين وكنبغيوهم وكيمشيو اشنو كيطرى؟ انا ولفت ولفت. كانت في الاول صعيب. كان مون بروف دو تياتر كان علمني قال لي منين حيتاش كان كيضرنا غير اللي كنبغيو اللي ما كيبغي اللي ما كيتبغيش واخا يدير شي حاجه ما يضركش من غير الا كنتي معقد ولا ما عندكش شخصيه. اذا انا ملي تيضرني شي حد كنبغيه قال لي خلي هذيك لا دولور وخرجيها في انسان باش غراس على ود هذيك لا دولور اللي دارتك ديك لا بيرسون انت غتنجحي واحد الحاجه. وعرفتي افورس ما درتيني لي ديسيبسيون صدمات في حياتي وليت دغيا دغيا تنبرا في عواد ما سافا بروند ما عرفت شحال وليت غير دغيا دغيا تن. عطيتني فكره مهمه، بتكرار الصدمات تتولي عندنا المناعه. المناعه سي صح. تتولي عندنا المناعه وتتولي اي صدمه ما كاين مشكل، حنا موجودين للصدمات غير يجيو مرحبا بهم ياك. ولكن ماشي معنيتها انني انا انونج وتا انا ما عمرني ما صدمت الناس، لان نقدر نصدم الناس باغ فونجونس واخا كنحاول ما نديرهاش. نقدر نصدم
حيت ما فكرتش مزيان. فسر الناس بالانتقام، انا غنجي لك، ولكن قبل بغيت نعطيك هذه الكره، لان بنتي لي ما شاء الله عليك ما كاينش ستريس نهائيا، ما عطيتكش هذه الكره ديال اونتي ستريس، عندنا في الاستوديو كره اونتي ستريس غنعطيها لك تخليها معك في البرنامج كامل. مرحبا. باش دوري كتضحكني، باش تخليها عندك وتجاوبيني. تستريسي انت في الحياه؟ اه ديما كنستريسي. كتستريسي واخا. مجدوريك قلتي لي بانك يمكن لك تصدمي بالانتقام، يعني انت يا في شخصيتك كتقدري تنتقمي؟ اه بصح اللي دار لك شي حاجه ما كان كنحاول نتصالح مع لا بيرسون باش ما نتقمش. اها هادي اللي دار لك شي حاجه كترجعيها لي؟ لا ماشي بزاف، ولكن الناس اللي فريمون كنبغي كنقدر نتقم. واخا مجدوري هادشي اللي كاين. انت معصبه؟ مره ضحكه مره مقلقه؟ لا انا اون جينيرال ديما ضحكه، حيت كنخاف من التقليقه ديالي. عندك شي علاش ديما ضحكه؟ حيت التقليقه ديالك صعيبه. صعيبه. اها كي دايره التقليقه ديالك؟ ما تقلقيش علينا اليوم، كي دايره التقليقه مجدولين؟ ما تنبقاش ما كنبقاش نعرف شنو كنقول، تنقول شي كلام مزوينش، كنقدر دابا نقصت منها شحال اللي كنقدر نهرس نغوت. ايوا مي دابا مع لاج جو مي كونترول. واخا مجدولين، هاد القوه اللي كتبان لينا للناس اشنو مخبيه موراها؟ والله يديك راسي انت تتعرفيني مزيان. لا انا هنا ما كنعرفكش، انا بغيت نبينك للناس، انا كنعرفك بيني وبينك، ولكن هنا في استوديو بغيت نبين مجدولين الحقيقيه للناس، اشنو مخبيه مورا القوه اللي كتبيني الناس؟ انا ماشي انا ما عرفتش، يمكن قويه في شي حوايج، ولكن انا غير جو بونس كو جو سوي سانسير. ماشي زعما انا قويه، ما عرفتش يمكن. كتصدمي؟ مالو؟ كتصدمي. الحياه علمتك ما تثقيش في كل شيء، ولكن ما بغيتش نحيدها لان ما تبقايش كتعيشي زوين. كنحاول دائما نخلي النيه، كنحاول واخا نقصات كنحاول. ديرنييرمون كنت في واحد البلاطو وانا نشوف واحد الممثله صغيره، يلا بدات وانا نقول قالت ان هي مازال ما عندهاش صحاب، يلا قلت انت تغدى معانا وداك الشيء، بدا باقا كتعاودي فيها مجدولين، باقا كتعاودي وما شفتنا غنخرجوا نتغداو وما قلت لهاش يلا معنا، خفت. ما فيهاش اختي عاوتاني وخرج ليا منها شي حاجه. خرجوا لك من بزاف الناس عاونتيهم، وانا كنعرف بان هضرتي على ناس المخرجين والمنتجين، وفي الاخر ما صدموك في الاخر. واز انا بالنسبه لي الصحبه، انا اي واحد الا كان يمكن لي نعاونو راه غنعاونو، انا هكا دايره. اي واحد يمكن لي نعاونو في اي حاجه كنديرها، ولكن كاينين بيان سور انا كاينين الناس، كاين بنات الناس ولاد الناس في لو ميليو اللي تا هما تيعاونوني وتا نعاونوهم، كانوا ولاد الناس. واخا مجدولين نمشيو انا وياك الفقره الثانيه في البرنامج اللي هي اساليني، ياك؟ اساليني يا حبيبتي. وفي هاد اساليني عندي اظرفه فيهم اسئله وغتجاوبيني على هاد الاسئله. نمشيو لاساليني؟ نمشيو. اساليني. فهاد الفقره مجدولين اساليني، كنذكر الناس اللي كيسمعونا على راديو دوزيم وتيشوفونا في دوزيم بويما، ضيفتنا هي مجدول الادريسي. فهاد الفقره كما قلت لك عندي ثلاثه الاضرفه، كل ظرف بلون بالالوان اللي بقاو لينا، اختارينا الاحمر في الدروج، دونك بقى لنا الزرق الصفر والخضر. اتختاري لي واحد، وراه في واحد السؤال شي شويه من قبل ما يعجبكش، اختاري لي واحده مجدولي الله يخليك، وانا نقول للناس اللي تسمعونا اش من اختاريتي. ولا ما بغيتش نجاوب ما نجاوبش، ولا ما بغيتيش تجاوب لا بعلى حتى حاجه بزاف. مجدولين مجدولين بغيت نقول لك بان هنا كنتشاركوا حكايتك مع الناس، ما على حتى شي حاجه بزاف، وحنا هنا مستمتعين بك وبضيوفي كاملين اللي دازوا معنا، والله الا من قلبي كنحاوركم وانا مقدره العبور ديالكم اللي دائما تيكون مختلف، وشكرا شكرا لك وشكرا لضيوفي كاملين. الظرفه ديالك بين الاسئله باينه باينه. غير خير الامور أوصف. لا انا نقول لك السؤال ما كاين مشكل، قولي لي اش بالظرف؟ صفر. تري بيان. انت اتختاري غير صفر؟ نجاوب عليهم كاملين. جاوبي عليهم كاملين. لا قديت. برافو عليك. باش منك. عجبتيني دابا مجدولي اللي كنعرف. ولا انا الصباح وانا مجدولي اللي كتعرفي. واخا مجدولين في هذا الظرف كاين واحد السؤال بين الزواج والطلاق.
كيخلعك الزواج وكيخلعك الطلاق. عندي هواية. عندك هواية؟ لا كنت في الله. متي الزواج كيخلع، الطلاق ما كيخلعنيش. ولكن الزواج كيخلع. واخا المرأة المطلقة في المجتمع ديالنا عندها كاين داك الناس تيشوفوها بواحد الصورة، ياك حنا مع عارفين هادشي. صراحة أنا ما لو موند ديالي ما كنشوفش هادشي بحال هكا. مادام أنا ما كنشوفش راسي هكا ما يمكنليش تبان لي شي مرأة تبان لي أن راه طلقات. وحتى الناس صحابي اللي خاطرهم يكونوا معايا في حياتي ما كاينينش هاد الافكار. الحمد لله، معلاش كنختار فين نكون. انا ما غنجلسش مع الناس عندهم هاد الافكار. واخا مجدولين، كيفاش كتشوفي المجتمع كيشوف المراه مطلقه؟ قولي لي الحقيقه. المجتمع ديالي اللي انا دايره فيه ما كنهضرش على ديالك، المجتمع ديالنا ما كاينش. انا نقول لك دابا بيني وبينك، ودابا ولا كلشي مطلق. كيفاش ولا كلشي كيشوف على هاد الحساب؟ غيشوفوا في كلشي. دابا تتمشي لاي مدرسه تتلقاي النص ديال لا كلاس كلشي مطلق. شكون تياخذ المسؤوليه، الام ولا الاب في المدرسه؟ الام هي اللي كتاخذ المسؤوليه اون جينيرال. واخا مجدولين، الزواج كيخلعك؟ شي بنيته دابا كتسمع لينا ولا كتشوفنا ومسكينه غتزوج، سمعت مجدولين، مجدولين هي مثل الاعلى ديالها، قالت بان الزواج كيخلعني، ما تمشي عند والديها وتقول لهم انا ما بغيتش نتزوج. ايوا لا شوفي، اي حاجه ما كنعرفوهاش كتخلع. غادي تبارطاجي حياتك مع شي حد ما تعرفيش كيف شنو غيجي، شنو جايبه الدنيا، معلوم غتخلعي. وانا تنخاف لان لونغاجمون انا عندي شي حاجه كنحترمها، اذا واش انا قاده لهذاك لونغاجمون ولا ما قاداش كنتقلع. واخا الزواج كيولع لنا دابا ولا كله مشاكل ولا كله انتيغي ولا كله الا ما كانش عندي فيك المصلحه ما عندي ما ندير بك؟ كاينين، لا بسمح لي، باقي الناس باقيين والله، ماشي زعما كنقولها باقيين والله، حتى باقيين ولاد الناس والله، حتى باقيين بنات الناس. ولكن اكثريه كلشي بلا انتيغي، هي كتقلب على الفلوس وهو تيقلب على الفلوس. بلا ما نكذبوا على بعضياتنا، لا ما نكذبوا على بعضياتنا، كل واحد تيقلب على الصلاحه ديالو. واخا هادشي اللي كيبان لي انا. الظرف الثاني، انت بالشجاعه ديالك وبلوداس ما شاء الله عليك اختاريتي ثلاثه الاضرفه. الظرف الثاني سميتو السيطره، وغنقول لك سؤال شنو هو في السيطره. لاله مجدولين، كتصرفي كتبغيتي ما تكوني انت يا الراجل والراي هو الراي ديالك والشوار شوارك، الوغ كل مراه عندها دور والراجل عنده دور، ولكن كتبغي ديري فيها دائما انت هي المقرره الاولى والاخيره. هو سا ديبون شكون اللي قرر ان هاد الدور تاخذه المراه وهاد الدور تاخذه الراجل، هذا هو المشكل انا اللي عندي. انت كتسوليني حيت كتفايتا سمعاني وفي البرنامج ديالك شحال مره كنقول بالله ما انا اللي تنخطب الراجل، انا اللي تنقرر كل واحد. انا من لا بيرسوناليتي ديالي ملي كنت صغيره، عندي خواتاتي، عندي دي كوزين، عندي تنشوف كاين اللي تيقولوا هذا راه خوك خصك تحترمي وهذا الولد وهذا هو هذا وهذا، وكتسكت، وكاين اللي كيعجبها الحال وكاين اللي فرحانه هكا. انا ما كيعجبنيش الحال. انا جو تروف كو سي انجوست، من حقي انا ناخذ القرارات. ويمكن حيت هذاك شفت المراه شنو عانات من قرون، يمكن علاش انا زايده في واحد شويه صدق. يلا غير كنتلاقى بشي راجل ولا شي حاجه تنقول له من هنا الله يعطيك الستر، ما كاينش هادي بحال انا هي الراجل. علاش كديري بحال هكا؟ ندير بحال هكا لان كاينه ما مصالحاش، يعني تقدر تقولي عندي كومبلكس، عندك عقده نفسيه من الراجل. يمكن ولكن هادشي اللي انا غير انا كنبغي كان صحابي كيعيطوا لي العادل تفضل، كنبغي بحال الراجل بحال المراه. انا تنفكر هكا وما تنقولش كل البنات يوليو بحالي ولا هكذا، انا هكا تنفكر. من حقك انت تخرج، من حقي انا نخرج، ما يمكنليش انا نتزوج مع راجل خالي مرته. انا كنت فايته مجوجه، قال لي انا نخرج حيت انا راجل وانت ما تخرجيش. علاش؟ خرج سيدي، نخرج حتى انا. الا الراجل خالي مرته زعما تاهي تمشي لا تسول، كان عيت تسول راجل خال مراته، راجل كاينه خيانه، كاينه خيانه زوجيه، كاينه موجوده تبارك الله. اشنو تيبان لك في الموضوع؟ بغى يخونا. مانتونو هي بغات تسامح ليه؟ كاين هذا الموضوع ما تيضحكش؟ لا والله ما كنضحك، حيت راجل خال مراته حيت ما بغى يخونا. خصها تسمح ليه ولا ما خصهاش تسمح ليه؟ هي حره، اما تسمح ليه اما تمشي في حالها. انت لا خانك الراجل ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش علاش؟
كيخافوا مني. كيخافوا منك. لا لا هيك نضحك. الله يسلك هذه الحلقه ولا يدوزها على خير مع مجدولين. هيك نضحك معاك. مجدولين ما تيقدرش راجل يخونك. ما نعرفش ولكن ما كنظن ما يقدرش. ما عرفتش الله اعلم. ولكن علاش كتهضروا دائما على الخيانه ديال الراجل كتبقاو تعطيو هاد لا فورس؟ راه المرات هي اللي كتخون. اها راه كاين عرفتي دابا شحال من مره كتخون راجلها؟ كاينين مراوات كيخون معلوم. راه ما كنعرف حتى شي مره كتخون راجلها. الراجل كيخون هذا راه بلا ما كتحسوا كتعطيو واحد القيمه ان الراجل حقه يخون، ان الراجل هو اللي بلا ما كتحسوا. هضري الخيانه وقولي لي الخيانه العيالات اللي كيخونوا رجالتهم، وقولي لي حتى الرجاله اللي كيخونوا عيالاتهم. واخا اخر سؤال في هذا الموضوع، الراجل اللي كيخون مراته شكون المسؤول، الراجل ولا المراه اللي خان مراته معاها؟ كل واحد وحياته. يمكن بعض المرات هي اللي غتدفعوا، يمكن المشاكل ديال الفلوس، يمكن عجباته واحده اخرى، هذاك شغالهم اختي. صبرنا نتفكري مع شغال. ودابا مازال قلتها لك وسوليني على المراه اللي كتبغي تخون تايا راجلها، مالكم كتبداو تهضروا على الرجال وصافي. وحنا دابا الا ما هضرناش حنا المراه، انا ما تنعرفش، انا بيني وبينك ما كتعرفيش العيال اللي كيخونوا. لا لا صافي ماشي مشكل. ما كنشوفش بزاف ديال بزاف ديال الامثله ديال النساء كيخونوا. بصح انتي كتشوفيهم؟ لا العالم نقي وزبيب ولا لا 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 قولي لي بصح شنو تيبان لك في الموضوع؟ الخيانه راه ماشي ضروري بين الكبرى، ولا تدنا الخيانه بزاف حتى في الصداقه. صاحبتك تخونك، صاحبك تيخونك، فاش يخونوا راه الخيانه راه واحد خاصو يكون اونيت. الا لا اختي ما بقيتش بغيتك ناخذوا ان بغي نطلقوا. الواحد خاصو يكون صريح باش يعيش مرتاح. اصلا اللي كيخون ما كيكونش مرتاح، واللي كتخون ما كتكونش مرتاحه. داكشي اللي كاين خاص الواحد يقول، يكون صريح ويكون شتي. الا كانوا كيهضروا هي ما تكذبش وما يكذبش، والله ما غيكون مشكل. ولكن كل واحد كيخون. والراجل الا بغى يخون، حتى المراه كما قلتي بغات تخون تكون عندهم الشجاعه ويواجهوا الشخص اللي معاه ويقولوا له قبل ما يوصلوا الخيانه. قبل ما يوصلوا الخيانه انا ما بقيتش مرتاح معك. واخا مجدولين، مجدولين انت كتخلعي الرجال؟ تيقربوا لك ولا عندهم صعوبه باش يقربوا لك يتعرفوا عليك؟ وايا ملي كنت صغيره هي ماشي غير ملي كتكوني صريحه راه كتخلعين. الناس كيبغيو اللي يكذب عليهم واللي يكذب على يرقصهم وداكشي. خلع رمالي انا جن. ولكن ولكن ملي تتولي معروفه عاوتاني كيخافوا اكثر. فاش تكوني معروفه تيقرب لك لان باغي شخصيتك، ولا لان هو حاب الفكره بانه هو معاك انت مجدولين، الناس كيعرفوك كيسلموا عليك في الطريق، تقدري عندك سهوله في الحياه. صعيبه والله الا لا سؤال صعيب. يمكن غير الناس اللي معروفين هما اللي غادي يعرفوا هاد. حيت اللي تعرف بيك على ود حيت انت معروفه ما غيبانش لك راجل، اولا ما غتبانش لك مرا. واللي فيهم نفس وما غير ضاوش ديال انك كيقدر يعرضك، تيجي تيهضروا معاك انت ملي كتوصلي من الفواتوري حتى للريستورون كيهضروا معاك انت، ما كيحش براسو بحال ما كاينش. اولا تحس براس هاد الفنانه بحال السيد اللي ما كايناش، كتقدر يخليهم يهربوا. يعني احنا ماشي شي نجوم اللي ما عرفت شنو زعما. ولكن كان هاد المشكل كاين لان تقدري ما تقدريش. انا عندي بزاف ديال صحاباتي ممثلات كيخافوا لان غادي تعرف مع شي واحد يقدر يسجلها ما كتعرفش. صعيبه. واخا مجدولين غنمشي وانا وياك الفقره واحده اخرى اللي هي كاينه ولا ما كايناش. وفي هذه الفقره غنعطيك اخبار تنعرفهم غير انا وانتيا، ما تعرفهم حتى شي واحد اخر، وتاكدي ليا ولا غتنفي ليا. انت واجده يلا. مجدولين ادريسي انت ضيفتنا على غاديو دوزيم ودوزيم بويما، مرحبا بك مره اخرى، كيعجبني نرحب بك اشاك فوا. مجدولين في كاينه ولا ما كايناش، غنعطيك شي خبيرات وتقولي لي واش كاينين ولا ما كاينينش. ايوا مجدولين على الخبارات اللي لقيت عليك. الله الله. مجدولين فاش كنتي صغيره كنتي مشاغبه ياك؟ كاينه. والشغب ديالك وصلك واحد المره هاد القصه عجيبه تعجب الناس اللي كيسمعونا وكيشوفونا، وغتجيهم قصه غريبه. وصلك الكذوب، كذبتي على تي بارون ومشيتي دوك لا كلينيك وفتحتي على لابانديسيت ولا مصرانه الزايده وهي ما فيكش، بغيتي خفتي لا يضربوك ولا خفتي من لا رياكسيون ديالهم، بصح ولا ماشي بصح؟ الحقيقه الكوليج كله كان عارفه اللي كنت كنقرا فيه. بصح كان عارفه. عاودي لينا شكون قالها لي؟ ماشي مهم شكون قالها لي، المهم هو احنا ما مسؤولينش على مصدر الخبر، احنا مسؤولين على الخبر واش بصح ولا ماشي بصح. ياك بصح صافي تخي بيان. قولي لي
دابا تحشمنا. سمحي لي ماشي الهدف. اول تمثيليه ولا اول كذبه كذب؟ دابا حنايا ما كانش كان بابا صعيب ما تخليناش نخرجوا مور الفطور وكلش كيخرج مور الفطور، علاش حنا ما نخرجوش في رمضان؟ في رمضان اها. وكنت قلنا له بون هذا خررنا نهضروا معاه نخرجوا، قلنا السيد خرجوا يلا مور الفطور، عطانا ساعه وحنا ساكنين بعيد. منين حصلنا ما كانش عاجبني السيستم في الدار. اها كتجيني عشت في هذيك ديال المراه الراجل داكشي علاش عندك هاد ما كانش عاجبني السيستم ديال ما عندناش حريه ديال هذا. جيت انا قلت لخوتي ناري غيسمعوني هذا نحشم بهم في حياتهم. لا 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 يقولين. قلت لهم خصنا نهربوا من الدار حيت هذا الشيء خصو يتبدل. ما يمكنناش نطلعوا مناضله. مشيتي للنضال حتى الاخر ولا لا؟ للنضال. اها هادشي حشومه نعاود هادشي. لا لا غتقولي لي غتقولي لي غتقولي لي لانك انا كنقيس خوتي. لا صافي سي با غاف، قلتي لهم يلا نمشيو من الدار لان حنا ما راضيينش على القانون الداخلي ديال الدار. هادشي اللي كاين. ولكن انت ما قدرتيش على هاد النضال. مع بابا وماما ما قدرتيش على هاد النضال. لا قديت عليه. أه. كانت اللي معاك جوجات صغيره. اها وعندها بنيته على حيت كانت ما عليناش يعني. أه. كان فريمون الزيار بزاف. اها وصافي من بعد قال لكم كانوا تبعوني حتى هما. أه. خدينا الفلوس ومشيتو مشينا جلسنا في واحد لوتيل دانا واحد صاحبي ورا غيعرف راسو. اها طون امي ستوف مومي غامي كلشي صحابي غيضحك. ومن بعد مشينا منين ماما عرفتنا فين جاي فين حنا جاو ليكم حيت مشات عندها داك اللي عارفه صاحبنا. أه. وداك الشيء قال لها رانا حطيتهم في هذا لوتيل انا شميت البارفان اللي كدير ماما. أه. انا هابطه من غيس هو عيط لينا لا جون قال لنا راه جايه دابا انا هابطه شميت البارفان وانا قلت عجباش ما نبينش تطويت بقيت كنغوت كتقولي بان راه فيك الوجع ديال لابانديسيت هادشي اللي كانوا داوني لي زورجونس الطبيب الطبيب كيقول لهم خاصها تفتح دابا غادي تفرقع عليها. اها من بعد جا عندي قال لي بوكو تشا مامتي وداك الشيء قال لك الطبيب علاش كذبتي لي ان راه ما كاينش. أه. ما كانش عندك المسرانه الزايده ما كانش عندي واش غندير ندخل ناكل قتله العصا اذا ما قداش على النضال مجدولين. لا واش خصني راه كان خصني نصوفي لخوتي راه هما اللي تبعوني مي كنت صغيره راه انت كتهضري علي جافي 15 عام واخا مجدولين دائما في الصغر رحلتي عائله على قدها. لا بلاتي. أه. وديت معايا جوج بنات كيخدموا معنا في الدار حتى هما ديتهم وحده مسكينه غليظه ما كانتش الطوموبيله قدانا قلت لهم زيدوا تانتوما باش نبين ديك الساعه عقلي باش نبين لوالدي راه ماشي حنا خرجنا حيت بغينا نخرجوا بالليل ولا ما عرفت شنو بغينا نديروا حنا هي ما راضيينش على خاص القانون يتبدل السيستم يتبدل السيستم واخا مجدولين فهمتك فهمت الفكره ديالك باقي باقي غاده باقي غاده بهذا السيستم باقي غادي شي حاجه الا ما عجباتكش ديري المستحيل باش يمشيو الامور كما انت بغيتي ماشي كما بغيت كيف خصهم يكونوا كيف خصهم يكونوا واخا مجدولين انا مستمتعه بالحوار معك مجدولين رحلتي عائله من المغرب على قده لا لا هادي لا اختي اللي قالتها لك لا لا هادي خطيره ما خصناش نقولوها لا 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 غير قولوها لا 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 غير قولوها رحلتي عائله على قدها رحلتي عائله على قدها ما تقوليش هنا بلاد لا ما نقولش هنا بلاد رحلتي عائله كانوا جيرانك وصيفطت لهم واحد الورقه في الجرده لحتيها لهم من داركم لدارهم ياك وقلتي لهم مالكم ولا اولادكم شتيها في شي فيلم شتيها في شي فيلم ياك كاينه ولا ما كاينه والله هذه من الحوايج اللي فريمون ندمت عليها وكنتمنى يا لا لا تتمنى يا ربي شنو سي با غاف مجدولين كنعاود هادشي الصغر كنتي صغيره كنتمنى سمحي لي يا مجدولين سمحي لي سمحي لي مجدولين مجدولين مشات من الاستوديو باش دير غوتوش ماكياج لا مجدولين غير رجعي الاستوديو انا مزاوقه باش نكملوا الحلقه سمحي لي مجدولين سمحي لي سمحي لي سمحي لي مجدولين رجعت الاستوديو مجدولين سمحي لي ندمه على هذا الموضوع ندمت معلوم لان هذا غلط صخر اها ولكن بغينا نعاودوا القصه بان شتي في شي فيلم حنا كنا ساكنين في واحد الدار اها وكاينه واحد الصنيقه صغيره اها وكاينه واحد الدار واحده اخرى اها وهذوك بلا ما نقول ان بلاد لا لا بلا ما تقوليش ماشي ما كانوش مغاربه كانوا دي زغاب مي ماشي مغاربه دي اكسباتري عندنا اه فوالا كانوا كان هنا واحد الكونسول وهذا تا هو خدام في كونسولا المهم
ما عرفتش شنو شفت في شي افلام عندي يمكن شي 9 سنين ولا شي حاجه سرقاد الاولاد وداك الشيء كامل. هضرت السيده اللي معنا في الدار جبت عندي واحد الوريقه بويض وكتبت ليه يا حسن اما اموالكم ام اولادكم دونك كنكتب الكتابه الكبار باش ما نحصلش ملي كتكوني صغيره كتكون الكتابه ديال الصغار وديك السيده اللي معنا سميتها فتيحه كتكتب كتضرب لهم كن لحتوها في الجرده لا كنديروا لهم على الشراجم ديالهم هادشي بالليل هادشي راه والديا ناسين ومشاو هما لا عيطوا البوليس وباتوا في القنصليه ولا ما عرفت فين وجاو سلموا علينا جاو سلموا علينا باش نمشيو فحالهم وكنتو كتبكيو خافوا على الاولاد وانا تبكي وما كانوا صحابي من روح بالروح لي التوام انت كتبكي تمثيل تمثيل عليه ولكن ولا بصح بقى فيك الحال وما قداش تهضري لا غنهضر غناكل قتلات واش عرفتي شنو هي راه ما راه مشاو في حالهم انا بغيت غير يحيدوا ديك الفكره ديال المغرب راه هما راه تهددوا داك الشيء انت راك تي ضحكه انا بنيته صغيره تتلعب هذه فريمون جو ريغريت هذه وحق الله امنيتي نتلاقاهم نقول مراي كنت كنلعب كنت والحمد لله هضرت لك على الموضوع وعبرتي لهم على الندم ديالك وقلتي ما عرفتش واش يكونوا شافوا نتمنى يشوفوها يا ربي يا ربي يشوفوها غنمشيو انا وياك الفقره اخرى شوهتيني ولا لا لا ما شوهتكش بالعكس ماشي الهدف ديالي وانت 9 سنين ماشي مشكل ما كنبرى راسي جنيه كنطير 8 سنين 9 سنين ماشي مشكل كنتي صغيره وحنا كنعاودوا هاد القصص لان حكايتك كتهم الناس وبغيت من خلالك غندوز واحد الميساج للاباء يردوا البال لي زونفون ديالهم والشغب ديالهم لان الشغب كيجي غير اون فريستراسيون كيلكو بار غير الى حارمين الدراري الصغار ماشي حاجه ياك ما جدولي لا فيتماش لونفونس لا انت ما تحرمتيش جيتي تحرمتي غير من الحريه لا ولكن حريه شنو يقول لك تخرجي بالليل كانوا كيخلصوا لي ميكور دو دونس كنمشي لهم كنمشي للمدرسه عندي لي زاكتيفيتي غير انا جيتي تري ديناميك ايبر اكتيف ليماجيناسيون كنت فريمون شنو كيديروا لك في الجرده فاش كنتي صغيره كيربطوني كيربطوك في الجرده الا كنتي تديري لي بيتيز مي كنت هكا زعما ما كنتش كندير دي بيتيز كباري ولكن هادي هذا غلط ولكن ما كنتش نتصور انهم غيمشيو فحالهم راه مشاو لو لوندما فحالهم ساكن حيت خافوا على ولادهم واخا ما جدولي غنمشيو انا وياك الفقره اخرى اللي هي تخير واختار صافي صافي سير مجدولين كنعاود نرحب الناس اللي كيسمعونا على راديو دوزيم ودوزيم بويما اللي كيشوفونا على دوزيم بويما في تخير واختار غنعطيك ثلاثه ديال الفنانات وغتختاري لي فنانه اللي قريبه لقلبك بلا دبلوماسيه بلا ما تقولي لي بثلاثه صحاباتي بلا ثلاثه بهم فنانات كبارات وكلهم مشهود لهم عندهم موهبه كبيره وعندهم كفاءه عاليه ولكن غتقولي لي وحده فيهم صافي غنعطيك ثلاثه الصور الصوره الاولى هي دنيا بوتازوت فاطمة الزهراء بن ناصر أو لا منافستو شكون في ثلاثة الفنانات الكبيرات اللي كلهم عندهم مسار فني مميز قريب القلب مجدولين قولي لي مجدولين ليزيو دون ليزيو أنا نقول لك الصراحة صعيب باش نجاوب على هذا السؤال ماشي على دبلوماسية ولا شيء بثلاثة كنبغيهم اللي صاحبتي واللي قريبة ليا هي منافستو بعد دنيا بوتازوت انا جو سوي فان دو دنيا بوتازوت تعجبني نشوف فيها ملي تنمثل معها ملي كنكونوا في لو بلاطو كتعجبني نشوف فيها سبحان الله عندها واحد القبول كتدير العينيه وداك الشيء انا تتعجبني ويلي تري بروفيسيونيل وتتبغي خدمتها يعني انا جو سوي فاطمه الزهراء انا بنت كتجيني لا فورس تنعرفها فاش يلا بدينا انا يعني بديت شويه قبل منها ممثله يلا واخر فيلم درت ديال جيهان بحار انا وعزيز داداس هيد بن جباره فاطمه الزهراء بن ناصر انا بقيت غير تنشوف تبارك الله على سوبر بيان ومنى واخا قولي لي منى فتو راه كتبقى هي اول وحده دارت السينما وكتبقى هي ليكزومبل ديالنا كاملين فوالا ما عشان نختار انا دابا شنو نختار ما يمكنليش تختاري لا ما يمكنليش انا قلت لك اللي صاحبتي هي منى فتو هي اللي تنهضر معاها وهي اللي بجوج بهم فاطمه الزهراء ودنيا ثلاثه ممثلات وحده تنسيك في الاخرى اييه ما كاين مشكل دونك منى فتو هي اللي صاحبتك وقريبه لك ودنيا وفاطمه الزهراء
ممثلات وعرات، ممثلات وعرات، وكتحترمي مسارهم الفني المميز، ياك هادشي اللي قلتي. كي داير الدومين ديالكم اليوم مجدولين؟ اش واقع عندكم في الدومين؟ عاودي ليا. اش واقع عندنا؟ انا بعدت الحمد لله فرحانه لان سمعت ان لي صال غيتحلوا 50 سال سينما يمكن اكثر. انا هادي فرحانه بها، يعني ولا عندنا لا برودكسيون كثرات، ولا عندنا مسلسلات، ولا عندنا داكشي النيفو غادي تيطلع. انا فرحانه بحال اي ميدان فيه الحوايج المزيانه. كاينه فوضى؟ فوضى عارمه. مش بونس بدات كتقاد، بدات كتقاد. اي شوف ما كاين دومين معقول. واخا مجدو للناس، كاين واحد الموضوع كيقول مؤثرات والمؤثرين ما خصهمش يمثلوا، عندهم تاثير وعندهم انستغرام عندهم يوتيوب، يبعدوا علينا من التمثيل. بزاف الممثلين كبار في الجيل ديالك ولا الجيل اللي قبل منك تيقول بان علاش يعيطوا المؤثرين وما تيعيطوش الفنانين اللي بصح هذه خدمتهم. اشنو رايك في الموضوع؟ رايي راه هما كيمشيو بحالهم بوحدهم. شكون هما المؤثرين؟ راه ما تيقدروش على ماشي كاملين، اها ما تيقدروش على الريتم ديالنا، لانهم هما اللي تيجيو في انستغرام راه عندهم لارجون فاسيل. حنا راه تنبقاو نخدموا دي فوا اكثر من 12 ساعه، لا ديسيبلين عندنا التكرفيس، يعني ما غيبقى غير اللي كيبغي هذا الميدان ولا غيقد عليه. هو هذا الميدان اشنو ما كيعجبكش في شخصيتك يا مجدولين؟ شنو ما كيعجبنيش؟ ما كرهتيش تبدليه من غير الظرافة ديالك وكتوقفي مع الناس، وفي الاخر كما قلنا في بداية الحلقة في الاخر كيصدموك في الاخر. يعني سخية، هذا ما تعجبنيش سخية. ولكن باش نكونوا كرة، باش كل واحد كريم جينيرو، ماشي ديفو هذا السخاء، ما خصكناش نكونوا سخيين بزاف. بعض المرات كتكوني سخية تتندمي. بعدك تقدري تضيعي الناس، تقدري تضيعي الناس على ود السخاء ديالك. بصح كيفاش؟ عاودي ليا. حيت كتكون لي عندهم تجيب لهم الله بحال انت مكلخه ولا راه ما عرفت شنو عندك. الوغ كو يمكن لا كل حاجه خاصها تعطى بشويه بشويه. انا دغيا تنفرح بالناس. لا والله هذا ما كنعرفش. ما كتعرفيش شنو ما كتعرفيش؟ ما تنعرفش ناخذ الوقت. دغيا كتعجبك مع الاصدقاء؟ كتعجبك اون بيرسون، بنت ولا ولد؟ كنبغي نعطي. كتبغي اي حاجه عندي كنبغي نعطيها. ماشي مزيان نبقاو نبغيو نعطيو بحال هكا. ماشي بزاف. تيقول لي شي حد هذا الكولي زوين نقول لي خذو. ماشي حيت لا انا راه ما تنقولش خذو زعما حيت راه بالاداب وحيت حشومه، راه خصني مادام قلتي لي ما عنديش هذاك السيستم بلدي. حيت بغيتي. تنبغي نفرح هذيك لا بيرسون، نقول مادام بغات نعطيها لها. الوغ كو كنكون عاجباني الحاجه ولا ما عنديش. دونك السخاء الزايد على القياس ما عندناش. ما نالاش، ما كاينلاش. كاينلاش انت بزاف الاسئله ليك حبيبي. سير حبيبي، سير حبيبي. هتشوه انا معاك هذه المره، هذه ماشي مشكل. ندمتي على المرور ديالك معايا؟ ما ندمتش، ولكن انا عارفه راسي بعض المرات ان هاد ملي كنكون ما كنحسبش كنقول كيقدر يرجع عليك خايب. يعني ابخي كان شحال ماني جايه انك تنقول حاولي تثبتي راسك شويه، وكاين شي حوايج خصهم يتقالوا، خصك تقولي ان ماشي كاملين الناس عاشوا شنو عشتي انت باش يفكروا في حالك، وانت دابا حقا راك ممثله وخصك تعرفي اش خصك تعرفوا. مثلا هادشي انا اللي ما تنعرفش كنعرف نكذب غير ملي تتشعل الكاميرا باش نمثل يكون عندي دور اخر، ولكن انا في حياتي نقدر 5 مينوت من موراها اختي اللي عطى الله هو هذا. ما تنحاولش نجاوب شي اجوبه باش نعجب. تديري الشخصيه ديالك لا سولتيني نجاوبك بصح. واخا مجدولين عجبتك تبارك الله. ما عجبتكش ما عندي ما ندير انا هادشي، ياك كتسوليني انا كنجاوب. واخا مجدولين خصنا بعض المرات نديرو شي شويه الماكياج لشخصيتنا باش نعجبوا الاخر. كنحاول ما كنقدرش. ما عنديش لاش اصلا هادشي اللي كاين. مجدولين كيفاش كيجيوك لي ريزو سوسيو؟ والله اختي الصراحه ما كرهتش نفيق في الصباح ونلقاهم كلهم تفاو على داتا استقل كندير تت ويطفيو. باش نرجعوا للحياه ديالنا. انا اصلا ما شكرا يمكن في 2016 ما بقيتش عاقله. في 2016 ولا كنت كتبت ان بوست فيسبوك انا نسيت فيسبوك.
ما من بعد حتى جيت حتى رجعت من فرنسا وكان ربيع السقلي وسلوى زرهان هما اللي داروا لي انستغرام. بغيت تشوفي الممثلين في العالم كلهم دايرين دول العربيه ولا على برا ولي ستارت بصح دايرين انستغرام وانت باقا انت مدافك تحت دونك انا داروا لي انستغرام درت انستغرام واخا مجدولين علاقتك بداداس احنا سولنا كان ضيفنا وسولته وقال لي بان انا مجدولين في الاول ما كانش عايزة عليا وكنت فاهمها غلط ولكن انا مجدولين كتربطني بها صداقه حقيقيه. هاد الصداقه اللي تقولت مواقع التواصل الاجتماعي عجبكم انتم الموضوع لان انا سولت نفس سؤال داداس عجبكم الموضوع وكتقولوا صافي خليهم تيهضروا تيقولوا احنا مجوجين مخطوبين ما كاين مشكل. دابا انا وداداس بون من بعد نهضره كتهضري على لي ريزو سوسيو احنا بعدا الممثلين الممثلين الممثل بالنسبه ليا انا تيبغي اما يفرح الناس اما يبكي الناس اما يحكي واحد القصه وكلنا كنبغيو في الاول فاش كنبغي نقول ممثل صغير كنبغي الناس يشوفوا فيا ملي كتبغي تمثل انا تنقول ان الناس كيبغيو داداس منين انا مثلا راك عارفاني في الغيزو ما تنقولش ها باش انا مغديه ها باش انا معشيه ها فين انا ناعسه لان عقلتي شحال هادي الممثلين ما كنعرفوش جورهم كي دايرين المصريين ولا الامريكان قليل كنا كنشريو لي ماغازين دارو داير هكا دابا مين كيشوف تصوري لي دابا انا العب مثلا ربت بيت ولا ما عنديش فلوس ولا شمكاره شوفي المسلسل ديالي في 8 د الليل انا شمكاره وفي الصباح شفتيني دايره بوست في دارك في داري ماشي شمكاره كيفاش غتامني بمغول يعني ما يمكنش الممثل يبين حياته بالنسبه لي انت ضد الفكره ديال الممثلين يبينوا حياتهم ولكن في الوقت الوقت تبدلات الوقت تبدلات علاقتك بداداس داداس انا اصلا كنت صاحب بزاف مع الرجال تيخونوك البنات انا مثلا انا انا عندي صحباتي بنات معلوم ولكن انا كنفضل كنفضل الصداقه ديال الرجال كنحس براسي مرتاحه احسن واخا وداداس انا وياه بحال بحال يعني كتعجبنا الى بان لينا تنشوف انا وياه في نفس الوقت نفس الحاجه في الخدمه ولا خارج الخدمه كنضحكوا بجوج كنديروا لومبيونس في البلاطو قال لي انا مقاره وهي مقاره ولكن كنتفاهموا هادشي اللي كاين يعني هو كون كان في القاره ديالي كان يكون بحالي وانا كون كنت في القاره ديالو كنت غنكون بحالو وعلاش ما عندك صحابات بنات؟ عندي شويه عندك. من صغري زعما ماشي من انا كتعجبني الرفاقه ديال الرجال الرفاقه ديال الرجال كنت من صغيره كنجلس مع بابا وصحابو وديك الشيء واخا مجدولين التاويل ديال في لي ريزو سوسيو كيفاش لقيتيه ديال علاقتك بالوغكو هو خوك وانت عزيزه عليه شنو زعما راه كاين الناس كتلقري في لي كومونتير لا راه ماشي مراتو كاين اللي كيقول لك لا راه مراتو كاين اللي كيقول لك لا راه غير كيمثلو خليهم ماشي مشكل مناش كتخافي على بنتك وي لا مناش كنخاف عليها من كلشي كتخافي عليها من كلشي بس نورمال بحال كاع الاباء بغيتيها كاع الامهات واخا بنتك يمكن لها بنتك يمكن لها يمكن لها تبات عند صاحبتها تجي عندك تقول لك ماما جو في باسي لا نوي شي ما كوبين ولا بغيت نبات عند صاحبتي تبارك الله لا ما عندكش لا لا ما عنديش باقا صغيره يلا لا فاش تولي عندها 14 عام 15 عام باتوا جميع ماشي معاها عند صاحبتها انا كنقنط في الدار لا تنحشم هضري البنات كنديها عند صحابها كنحشم نقول لي بارون واش نقدر نبقى في الجرده خصني نمشي نشوف فين كاينه البنت سي نورمال كنبقى جالسه في الجرده هي مع صحابها تنحشم ليلى بصح تتمشي انت الوحيده اللي كتمشي ولا تيمشيو لي بارون الاخرين لا لا غير انا غير انت المشكل فيك ولا في لي بارون فيا تتبغي تكوني تحمي بنتك و لا كلشي الامهات يبغيو يحميو ولادهم ولكن ماشي نشوفي الوسواس مبالغ فيه مبالغ في الوسواس كتخافي عليها بزاف هو سي نورمال ولكن انتيا فاش كانوا تيخافوا عليك بزاف ما كانش عاجبك الحال فاش كنتي صغيره ولكن بنتي راك شفتيها الحمد لله يا ربي ما خرجاتش كتشبه ليا تشبه لي الحمد لله الحمد لله تبات والعقل سبحان الله ما شبهاتش لي والو وتتقولي الحمد لله لان بنتي ما كتشبهش ليا الحمد لله الحمد لله لان انا راك عرفتي كنت مشاغبه ولكن الحمد لله جيو دو لا شونس ان ما طراوش ليا بزاف ديال الحوايج خايبين
واخا مجدولين نمشيو انا وياك للفقره الاخيره ديال البرنامج وما سخيتش بك، والحوار معك شيق وممتع وانا مستمتعه، وكنتمنى الناس اللي كيسمعونا على غاديو دوزام واللي كيشوفونا في دوزام بوينت هما يكونوا مستمتعين معنا بعد البودكاست ديال احكي لشهرزاد وحكايتك هي حكايه ممتعه. غنمشيو انا وياك توت سويت لاخر فقره هي اش قالوا، كيهمك شنو تيقولوا الناس؟ ما كيهمك وانا مجدولين جايات تونسي معايا اليوم ودوزي معايا الحلقه جايه عزيزه عليا شهرزاد. عندنا دي بروجي في دوزام بيان سور نهضروا عليهم. جوج وجوه كيفاش كان؟ هذه ثاني مره كنخدم مع مراد الخوضي. كيعجبني بزاف لانه كيعرف شنو باغي. كيعرف شنو باغي، تيعرف شنو ياخذ منك. راك شفتي الاخراج ديالو والايماج ديالو تبارك الله. السيناريو عجبني اللي كيهضر على كيفاش جاوك التعليقات او لا الاراء ديال الناس على المسلسل؟ وبان ليا كلشي مزيان. كلشي مزيان، عجبك الحال؟ عجبني الحال. ولكن انت تيعجبك الحال اكثر فاش كتلعبي مع داداس، هادشي اللي كيعجبك الحال. يلا نمشيو انا وياك لاش قالوا في احكي لشهرزاد على غاديو دوزيم ودوزيم بويما. اش قالوا مجدولين هي فقره تنقول لك من خلالها كنتعرفوا على شنو تيقولوا الناس عليك. قلتي لي ما كيهمكش الموضوع. ماشي ما كيهمنيش ولكن ما غياثرش فيا. اشنو اكثر زوين ما غيعجبني الحال ولكن ما غاديش يتنفخ ليا راسي. خايب نقدر نقول واش عندهم صح ولا يمكن ما عندهمش صح. واخا شي حاجه اللي ما عجبتكش قالوها عليك الناس وهي راه ظالمينك؟ راه ماشي بصح ما عندكش؟ لا صراحه ما عمر ما تجي حد يقول عليك لا. لا مثلا هذا شنو نهضر على تعليقات على انتقادات جاوك شنو تيقول لك؟ شنو اكثر حاجه تيقولوا لك هي ما فيكش؟ نقول لك انا تبوباج وانا ما فياش. كاين فاش الغرور وعجبها راسها والله اختي ما انا الحمد لله بشنو عطيني الله ما ماشي عجبني راسي بلا عرفتي ماشي ما عجبنيش راسي ولكن ماشي عجبني راسي لان تنشوف بزاف الناس حسنني في بزاف الحوايج يعني. كاين ناس يقولوا عليك بان راه مجدولي انتيا عجبك راسك بنت الفشوش تيقولوا عليك وقال عليك داداس قبل ما يعرفك وقبل هانشي قبل ما يعرفني وما فياش الفشوش وما عجبنيش راسي غير انا الحمد لله على داكشي اللي عطيني الله. شنو اكثر حاجه تيقولوا عليك وهي ما فيكش؟ قولي لي مجدولين. يلا سمعت واحد الحاجه لكن ما نقدر نقولها. شنو قالوا؟ شنو قالوا؟ ما نقدر. قالوا شي حاجه ما مزياناش وبقى فيك الحال؟ قولي لي. كانت واحد لا بيرسون قالت مجدولين يفو فيغ اتونسيون زعما ما ظريفاش. لا ماشي ما ظريفاش زعما ديك لا فورس لا ليبرتي اللي فيها جي تروفي سا تري ميشون. يفو فيغ تري اتونسيون دو سنين ندير زعما باش الى جهه انتيا خاصنا نكون دايرها وماش فوالا وبقى فيا الحال عليها هي. هي صاحبتك قريبه لك؟ لا لا ما بقى في الحال على ان باقي عندنا في 2024 بهادشي كامل اللي حنا عشنا باقي عندنا دي فام كيفكروا بحال هكا. اللي في الاخر هاج هذيك انا متاكده تقول الله الا مجدولين هي اللي عندها الصح. قريبه ان شاء الله. واخا مجدولين واخا مجدولين فاش كتكون عندنا هاد الخدمه بحال ديالك كتولي عندنا شي شويه المناعه بان اللي قالوا علينا ما كاين مشكل نيه هانيه ياك بحال كاع الفنانه في العالم على كتعرفيش فنان في عام كيبغي كل شيء ما كاينش. لا ولكن تكتسب المناعه واخا يقولوا علينا اللي قالوا ما كاين مشكل كنلفوا تتولفي. احنا لازم مجبرين نسمعوا دائما تعليقات ديال الناس ولا هادوك باغ اكزومبل في لي ريزو سوسيو كاين متنمرين كاين اللي كيتنمروا ياك. شنو نقول لك واحد القضيه انا ما تنقراش لي كومونتير عندي بعض المرات حبيت يقول لي قراو داك لي كومونتير حيت انا كيجيب لي الله اللي انا بعدا شي حد ما عجبنيش ما غيفت انا كنشوف شي حد ما عجبنيش ولكن ما يمكنش يكون فيا الشر لواحد الدرجه انني ناخذ التليفون ديالي ونبدا نعاير في ديك هذا شر. ما عجبكش لا بيرسون معلوم ما عجبكش هاد لا بيرسون ما تبعهاش حرام هادشي طفي داك التليفون راه كله حرام.
يعني انا فاهمه ان كاينين، انا بعدا بحال دابا شي انستغرام ديالي اي واحد عندي اللي دار شي حاجه كندير له لايك، مادام انت تو بوستي شي حاجه الا بغيتينا نديرو لك لايك الا عجبك، واخا ما تكونش عجباني شوي تفير بليزير. انا معلمه في الحياه كنعطي غير الزوين، دوك اللي كيعطيو الخايب ما كيهمونيش. ما يمكنلكش ديري لايك وانت ما عجبانك. لا ندير لك لايك، وعلاش بيني وبينك نقول لك لا بروشين فوا حيدي هذيك. ولكن انت مامنه براسك ان هذيك حاجه مزيانه اللي قدرت انا نغلط وندير شي حاجه، دونك مادام درتيها جو في تفير بليزير. الا ما كنتيش في الحياه كتعرف تعطي وتعرف تعطي غير الزوين، طفي هذاك طفي هذاك الشيء. انا يعني انا الواحد اللي كيعطي الشر بعدا انا راه كنفيق في الصباح وكيكون عندي التورناج في 4 الصباح وتنمشي وتنتكرفس وكنخدم ما جالساش متكيه نتسنى راجلي بقى يعطيني، فهمتي؟ انا جو سوي فيغ دو مو، فيغ بالخدمه اللي كندير. كيجيو الناس يتفرجوا في الافلام ديالنا وتيمشيو حتى لي سال دو سينما وتيكونوا لي زونطري، كتعرفي راسك بعدا راك تضحكي شي ناس اولا كتبكيهم اولا كاع ما كتعجبهمش، المهم بعدا كديري شي حاجه في هذه الحياه. لا ما تهمني اللي ما داير حتى شي حاجه وتيهضر يهلل. تفضل حبيبه كمل. كملت البرنامج. بدا بلا تني بدا تنا نسولك. لا 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 بلاتي عندي مع العدل نسيت عندي مع العدل. لا بلاتي انا بغيت نقول لك بان استمتعت والبرنامج سالا واستمتعت بالحوار معك. ميرسي. وشكرا لانك شاركتي معنا حكايتك. وصافي برنامج سالا. لا ولكن تسناي اسمحي لي. لا ما ديش تسولي. انا داك شي بروفيسيونيل، لا غندير لك بروفيسيونيل، ما عندك شي حاجه باس لا تقي بيا. اها. ما يمكنلكش تسولي لي لان انا هنا قصتي ما كتهمش الناس. كي شعره زين. شنو هي الحاجه؟ اها. اللي درتي في حياتك وغلطتي فيها. شنو الغلط اللي درتي في حياتك؟ غلطت بزاف ماجدولي. لا لا الحاجه اللي ندمتي عليها. لا في الحقيقة ما ندمتش ولكن غير تعلمت، حيت في الحياة ما تندموش. ودابا قولي شنو هي؟ الحياة كنتعلموا من الدروس، كتعطينا الدروس، كتعطينا الدروس القاسية. هي دخلت شي ناس لحياتي ما كانش خصني ندخلهم، هي تقت في ناس ما كانش خصني نثق فيهم. راجل ولا امرأة؟ لا ماشي مهم. لا لا ندير بحالك، راجل ولا امرأة؟ لا ما تنهدرش هكا باش تكوني صريحة. لا باش تدوني، لا ما تنهدرش بحال هكا، ماشي مهم شنو هو الجنس، واش راجل ولا مرة. لا باش نعرف واش زعما قصة حب ديال لا 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 لا، اللي مهم من هذا الشيء كامل هو الناس صحاب فاش كيخونونا ماشي هما اللي متهمين ولا ماشي هما اللي خصنا نلوموهم، خصنا نلومو راسنا لأن بغيناهم ماشي بنفس الطريقة كيبغاونا، حنا حبيناهم ماشي كيما هما حبونا، دونك حنا اللي علينا اللوم. لمت راسي لان عطيت مكان للناس ما كانش خصني نعطيها لهم. انا شنو تعلمت حتى لهذا العام ان ملي كيبغيو يتصاحبوا جوج بنات داكوغ ولا جوج ولاد كنهضر على الصداقه حنا كنكونوا كنقلبوا على شي حاجه، ولكن خصنا نديروا ستوب، نقولوا هاد لا بيرسون معايا علاش كتقلب؟ حيت تالمو حنا كنبغيو كنكونوا نقلبوا على صداقه ولا شي حاجه ما كنفكروش هاد لا بيرسون اللي تصاحبت معايا دابا او اللي تصاحب معايا دابا علاش كيقلب؟ خصنا نبقاو نوقفوا ونسولوا، حيت ملي الا كون وقفت وسولت ما كنتش غندير الغلط. ماجدولين تويتي اكستراوردينير في ليميسيون، شكرا لك وشكرا لان شاركتي معنا حكايتك. ميرسي. خذي الكره. خذي الكره بصحه وراحه، عرفتي شنو سبحان الله العظيم بحالك بحال دادا، دادا طلب مني الكره. بصح شتي قلت لك راه بحالي بحالك. شكرا لك ماجدولين. كل شخص عنده قصته الخاصه والفريده، قصه فيها مسارات شخصيه ومهنيه مختلفه، تفاصيل هذه القصه كتشكل جزء اساسي من هويته وكتاثر على منهجيته في الحياه، وتبادل في حال هذه القصص كيخلينا نتعلموا ونستلهموا ونتواصلوا بشكل افضل مع بعضنا البعض. نتلاقوا مع حكايه اخرى وضيف جديد في احكي لشهرزاد على راديو دوزيم ودوزيم بويما، وبغيت نقول لكم من قلبي بان قلوبنا واذاننا تكون صاغيه دائما، وما غاديش يسكتوا ضيوف شهرزاد على الكلام المباح. سمع لكم تلقوا مع ضيف جديد في احكي لشهرزاد على راديو دوزيم ودوزيم بويما.